ترند موجود وعدى سنين مستغرب انا 8 سنين 9 سنين رايح على 3 عام فاستغرب فصل المناصب خاطر المقابل في المنيا لكن استغربنا كلنا في حاجه عجيبه استغربنا ان ليه مره واحده كل الشعب المصري المنحوت اشكاله على المقابل تعتمد على عملنا كلهم بلا استثناء تحولوا الى راس بشكل بيضاوي هيرجع ليه؟ لان هو ايه موجود قدام توت عنخ
نفس المنظر في مقبره واحده. طلع كلام ان المقبره دي كانت بتاعت ايه؟ ولما مات ابن اخيه من بدري، مات صغير 18 سنه، ادوا له المقبره دي لانها اللي كانت جاهزه. فديت واحد. جاب نمره اثنين قال لك ان المقبره دي فيها مناظر تثبت، ده نيكولاس ريفز اللي بيقول، تثبت ان المنظر بتاع توت عنخ امن ده مش هو توت عنخ امن، ديت الملكه نفرتيتي. رحت انا طالع قلت ما ينفعش يبقى نفرتيتي على شكل راجل، اه طبعا هي كانت على شكل جوزها، طب ما بس الخراطيش الملكيه اللي قدامها بتاع توت عنخ امن مش بتاعت نفرتيتي. دي نظريه فاشله شويه، وانا قلت نيكولاس ريفز كلامه ايه؟ مش مظبوط. طيب نرجع نرجع. المنظر بقى بتاع اخنت اخ ايتن ده، المنظر ده هل ده منظر ايتن الاصلي؟ يعني هل هو كان شكله كده فعلا؟ تعال نقرب عليه شويه ونشوف ايه المميزات الاربعه العجيبه اللي فيه. اول حاجه الخدود الجبالي ده حكايه الكونش، حكايه اللي احنا بنسميها هنا في مصر الكرش. خلاص؟ ففكره البطن الكبير او البروتود الكونش ديت اللي هنا دي حاجه ما كانتش بنشوفها كتير في تماثيل مصر القديمه. دائما وابدا في ستات، دائما وابدا منحتب التالي، جسم تحفه، عضلات تحفه. اوبسلي ما كانتش دي الحقيقه. اوبسلي الرجاله ديت ما كانتش لا. رمسيس الثاني مات عنده 90 او 91 سنه، عنده ارثرايتس، تصلب في الشرايين، وايضا كان عنده ادب في ظهره قاعد بيمشي كده هو، كان عنده انثناءه في الظهر، فبالتالي هو مش اللي انتم بتشوفوه في صبغ خالص. رمسيس الثاني او رمسيس مش هو اللي كان واقف في هذا المعبد الكبير. فالمعبد الكبير المعبد الكبير ده بيبين لك الملك كامل فوق، بيبين لك الملك زي ما هو، مش عايز يبقى فيه استغفر الله غلط، ما كانش عايز يبقى فيه دي فوق. فبالتالي عنده 80 سنه و75 سنه والمعبد بيتبني وانت 18 سنه واقف، عضلات عينيك تحفه، مفيش جمال احلى من كده ستات ورجاله. فمش هتلاقي الراجل في مصر القديمه كملك عنده رينجز، مش هتلاقي عنده تجاعيد، مش هتلاقيه قاعد مقدم وتعبان مرهق، مفيش. اكيد ارهق في يوم من الايام يعني، لكن لا ما يبانش كده الملك. فده لازم نبقى حاطينه في الباك جراوند عندنا واحنا بنتكلم. هل اخناتون او اخنات اخن ايتن هل كان له هذا الملك اللي كان له هذا البطن؟ قالوا عليه استسقاء، وقالوا عليه انه كان عنده مشكله في الكبد، وقالوا عليه انه هو عنده فارك سيندروم وحاجات غريبه كده طبيه مش هخش لكم فيها دلوقتي. وهل هو كانت شفايفه غليظه بالمنظر ده؟ ثالثا، هل عينيه كانت ضيقه؟ واحنا العين المصريه مشهور بيها انها عين واسعه، يعني يقول لك العين المصريه ما كانت البنات حلوه، كان يقولوا ايه المصريات، كانوا يقولوا على المصريات يقولوا عليهم عين البنت المصريه عين واسعه. تبص على التماثيل اللي بره تلاقي عين واسعه، تبص على تبص تلاقي عين ضيقه. ده اختلاف كبير، ده اختلاف جوهري، ده اختلاف درامي، ده جامب خطير جدا في الفن من حاجه واسعه جميله. واللي انت بتتكلم بعد كده بقى حط حرب وحط حور والبقره وعينين البقره الواسعه وبعد كده اتفضل فيها، واخد بالك؟ فده ان انت تعمل حاجه دي بيسموها يا جماعه في الفن الموند شيب ايز، اللي بيدرسوا بالانجليزي الموند. الموند يعني لوز، لوز اللي بناكله الحلو، العينين اللوزيتين او العينتان اللوزيتين، كويس كده؟ فدليل انها واخده منظر اللوزه، لا مش الواسعه بقى الجميله اللي انت بتشوفها بتاعت حتشبسوت بلا قد الجون قد البقره ديت وبتاع، لا. طيب عندك حاجه ان هو في الصدر، ان الصدر طالع على ضيق يعني طالع من البلفس العريض قوي، يعني هذا فوق عريض جدا ثم طالع على رفيع ثم بيفتح تاني ثم يطلع رفيع. الرقبه رفيعه وطويله، خلاص دي نسبه جماليه معروفه. والدماغ عامه ما تبقى دماغ بيضاويه الشكل، البيضاويه الشكل في كثير من الاحيان بارتدائه للكراونز او بارتدائه للتيجان. طيب اخن ايتن او اخن ايتن هنا او اخنتين او اخن ايتن او اخنتون عشان نخلص رغم انه ده خطا، يعني لابس ان هو التاج خبرش اللي هو التاج الازرق ياسر اللي انت عارفه اللي هو بتاع الحروب. فاذا دائما وابدا لما تلاقي ملك لابس التاج الازرق ده تعرف ان انت داخله في الحروب. خلينا معاك خلاص. خلينا معاك. فاذا انت اول ما تشوف اخن ايتن لابس الخبرش، الناس بتعمل الهيروغليف يا جماعه اسمه الخبرش، فالتاج الازرق ده يبقى ايه؟ يبقى هو في حاله حرب. يا عم استنى، هو ان اخن ايتن دخل حروب؟ ده راجل رومانسي ويطلع في مش عارف ايه ويقعد يبص في الشمس وبتاع، ده الامبريشن اللي عندك. لان الاستاذ نجيب لما كتب العايش في المصحف الحضري
والتاني لما كتب مش عارف مسرحيه مين الفريد فرج من الناس اللي هي الفت على اخناتون، اديتك شعور ان هو ما بيعملش حاجه في الدنيا غير ان هو قاعد عمال يبص في الشمس وعمال يقول للشمس انت الفرخه الذي البيضه وانت الذي تعطي الحياه، وعندما تغيب في الليل كل الاكانات تغيب. وكلام الشعير اللذيذ ده الراجل مش ده الراجل مش قاعد طول النهار، ما فيش قائد في مصر هيعرف يعمل، حتى لو حد مش هيعرف، حتى لو حب مش هيعرف. فانا هنا علشان الكلام اللي احنا قلناه امبارح والكلام ده باك جراوند مهم قوي على حاجات طلعناها ايه منه كويس كده. فاذا الراجل ما بين مظلوم وما بين صح على الكلام اللي اتقال عليه، ولكن قد ايه انه ابتدى كان راجل كان قائد وكان حكم البلاد 17 سنه غير ما غيره. ده لو غلط مش هتعرف وبالتالي ما تقدرش تسحب منه ده في الاخر. طيب دخل ايتن اتجوز دخل ايتن راح مخلفان ست بنات. مرة تانية نفرت ايتي خلفت اخناتون ستة بنات. يعني ما خلفتوش ولد، انا بقول كده وعمل على كل حرف في الاخر باكد ان اللي انتوا هتسمعوه النهارده وبكره كلام عجيب. اللي هيطلع يقول لك اصل نفرت ايتي كانت مامته، واللي قال لك ان نفرت ايتي مش عارف ايه، وهو كان متجوز اخت مراته بتاعت حد، هيلف لفه جامده قوي. انا مش هزرله من دلوقتي. القصه المعروفه معروفه تماما. اخر ايد تزوج نفرت ايدي خلفته ست بنات ما فيهاش كلام. اتجوز كيا جابت له توت عنخ ايمن. توت عنخ ايمن ده اللي في الاصل كان توت عنخ ايد اللي هو توت عنخ امون. يبقى مين مامة توت عنخ امون؟ ده اسمها كيا زي العربيه كده زي عربيه كيا. يبقى كيا والاثنين كانوا زي القمر. هو اخناتون عنده صفه عجيبه في اختيار ستات رائعه رائعات الجمال. هو الراجل كان يا اما محظوظ يا اما كانت عينيه يعني في الاختيار ملك بقى. اتس نايس تو بي ذا كينج يعني. اتس اولويز نايس تو بي ذا كينج يعني هتختار حد خلاص. فكيا قمر ونفرتيتي قمرين. الفرق ان نفرتيتي كانت نمره واحد تملي رغم ان كي كانت بتاخد خرافيش ملكه وكل حاجه، بس برضه تحس ان نفرتيتي زي تي كده عنده ستات بس تي هي اللي نمره واحد. نفرتيتي كشخصيه لما تيجي تذاكرها لازم هي اللي تكسب. لما تيجي تذاكر شخصيه نفرتيتي شابه صغيره بالمصطلح بتاعنا روشه رمشة. وبالمناسبة البنت الورشة دي كلمة عربية فصحى. كلمة عربية فصحى قلتها لكم قبل كده في أصول الكلمات لو تفتكروا في المحاضرة. أجينست أول تابوز بتكسر كل التابوهات ما عندهاش مشكلة. لبسها مختلف خالص. التاج بتاعها هي الوحيدة اللي لبست التاج الكبير ده الضخم ده. مفيش ملكة لا قبليها ولا بعديها لبسته. إذا هي الديزاين. بص في التاج ده كويس هتلاقيه واخد شوية من الخبرش وكأنها نفرتيتي بتقول لك أنا قائدة عسكرية. دي حاجة عجيبة جدا. منظر ليها هي وجوزها واقفين على عجلة حربية، مفيش ست بتقعد مع الراجل بتقف مع الراجل بتاعها على عجلة حربية. ده كده ايكويفلنت أو مقابل أو موازي لفكرة إن حاكم البلاد ياخد مراته ويقف فوق دبابة. بالظبط كده، العجلة الحربية دي كانت الدبابة وقتها. خلاص؟ واقفين مع بعض واقفين في قفة رومانسية. يعني أنا لو انا مثلا اتخيل زوجه اتخيل اماكن اكثر رومانسيه غير ان انا اقف على دبابه معاها. يعني ممكن جدا اخدها في حته ثانيه اكثر رومانسيه من دبابه، يعني الا لو انت بقى يعني فكرك حاجه ثانيه. خلاص؟ يبقى اذا هكذا جاء الى الدنيا توت عنخ ايتن. لو توت عنخ ايتن اللي اتحول لتوت عنخ ايمن اللي بعد كده احنا رحنا مشوهين القصه وسميناه توت عنخ. يبقى هكذا جاء توت عنخ امون على طول سبونتينسلي تلقائيا. يبقى توت عنخ امون هو حامل العرش خلاص. مات الملك 8 سنين، خد لو عندك 6 سنين هتاخد، لو عندك 40 يوم هتاخد. خلاص مالناش دعوه. ويبقى في وصي بقى، الوصي بقى الام، الوصي بقى الكهنه، الوصي بقى الجنرال بتاع الحرب. عشان كده طلعت كلمه ان حرق محب، احنا خلاص بنسميه حرق محب ده. ها؟ حرق محب ده اتقال عليه كلام كبير جدا ان هو كان جنرال الجيش. واتقال عليه ان هو امبارح الكلام ده مكتوب في الكتاب اللي احنا ناقشناه امبارح في وسط البلد في هيئه الاستشاره العامه للكتاب في مكتبه الدفاع بتاعته كانت تحفه. انتوا مش هتصدقوا ان مصر فيها مكتبه بالمنظر ده. جميله جميله جميله. قالوا ان هو عمل انقلاب على اخر ايتن واخذ منه الحب. وحرم حب لما تيجي تقرا عنه صح تعرف ان هو اول من كتب الدستور في التاريخ. اول من كتب الدستور في التاريخ. الدستور ده اتعمل من 10 مواد. 5 من المواد بتاع حرم حب كانت على القضاء. لا وكلام كلام. من يجتمعوا ليقرروا شيء. لو
ضائع ده نص كلير لارويت هي اللي مترجماه. لو قعدوا بيجتمعوا علشان يطلعوا حاجه اعداد واحده من الخمس مواد الدستور او الدستور التشريعي في تاريخ العالم. ما عندناش هزار. القاضي اللي يطلع فاسد اعداد في مصر القديمه ده بالنص الهيروغليفي. هذه اللوحه علشان عايز يرجع لها فعلا النهارده كل كلامنا بالنصوص. هي لوحه موجوده كانت في معابد الكرنك واتكتب فيها اول ما حرق محب جه اخذ الحب وبيحكي لك ليه مصر فرحانه كده في النص. مصر فرحه لان الناس في امان. ادي كلمه حرق محب مصر الطبيعي. يبقى لو انا لما اجي اقرا تاريخ امال انت استفدت من التاريخ بقى؟ اعرف بقى التاريخ بقى كده بقى عشان احل مشاكلي. انت عايز تحل مشاكلك كبلد كاقتصاد كحاكم كمش عارف مين، اقرا الماضي بتاعنا هتلاقي فيه كل الحلو. عشان كده انا مصر في حته ان التاريخ يحل المستقبل. ان شاء الله طبعا بمشيئه الله سبحانه وتعالى، لان المستقبل والحاضر والماضي كله في ايدين ربنا سبحانه وتعالى ما فيهاش كلام. اقراوا، فاكرين الكلمه اللي انا صدعتكم بيها كل مره؟ اقراوا تاريخكم لكي لا تعيدوا اخطاءكم. ما فيش اصرار على ان انت تعيد اخطائك بالكربون. فبالتالي بقيت هنا. طيب اللي جريوا الناحيه الثانيه دول جريوا ازاي؟ لما جم اخذوا اللي انت علمته للناس. لما جم اخذوا العشر مبادئ دول. هتقولي طيب حمورابي قانون حمورابي الشهير. اقول لك ده انا لو قلت لك حمورابي كاتب ايه في القانون ده هتقول ابوس ايدك يا حرب حد. ابوس ايدك يا مصر يا قديم. لان حمورابي قوانين تحفه بس في وسط حبكه قوانين في منتهى الغرابه اللي في الدنيا. يعني من ضمن قوانين حمورابي هقول لكم ازيك يا دكتور. شرفتني يا دكتور. اهلا بيك. من ضمن قوانين حمورابي اذا مسك كده اذا تم القبض على لص في منزل يعدم اللص. حرامي يسرق حاجه اكل يسرق ذهب يسرق مش عارف. يعدم مش هنا وبس ويدفن تحت عتبة البيت. علشان وانت داخل وانت طالع طول عمرك انت وعيالك واهلك وبتاع بتدوس عليك. لا الحرام ياخد على دماغه بس كده شويه. فاذا تحس ان مصر القديمه فيها طبعا ما فيها من سلبيات وطبعا فيها انا تقريبا الوحيد اللي كتبت ثلاث